أنا ريف نيرة، عضو مجلس نواب شعب على دائرة جرومبيليا. اليوم كان عندنا لقاء في المجلس مع سيد وزير الداخلية، كان 90% مخصص لمناقشة الوضع مع تاع الأفارقة، وحكينا قبل نفس اليوم السيادة الوطنية لا حياد عنها، والوضع تاع الأفارقة أصبح مخزي الوضع. دونك كان ثم استجابة من السيد وزير الداخلية في عدة مواضيع، وخاصة مع النواب نتاع صفاقس اللي كانوا موجودين وطرحوا المواضيع بجدية. بالنسبة لي حكيت في مواضيع أخرى مع موضوع الأفارقة، هي موضوع الرخص. اليوم ثم منشور بعثه السيد وزير الداخلية فيما يخص رخص الماء والضوء. إلى غاية اليوم البلديات لم تعمل بهذا المشروع، هناك تعطيلات كبرى في كل البلديات في الجمهورية التونسية، منهم بلديتنا وعديد البلديات الأخرى. دونك اليوم كيما مطلبنا كونه ترحيل الأفارقة من الجنوب التونسي من صفاقس، اليوم مطلبنا كونه زاد أهالينا عندهم عام ونص يطالبوا بالماء والضوء، وهذا اللي دفعنا عليه. في نقطة ثانية زاد تحدثنا على 42 بلدية اللي إلى غاية اليوم هما بلاش كتاب عامين، إلى متى يتواصل هذايا بالنسبة لنا سيادة وطنية، كونه تكون عندنا بلديات بكتاب عامين يشتغلون. اليوم هذه البلديات هي بلديات محثة، ومنها من كانت له هبات ومن كانت له معناتها من صناديق الدعم، والآن هو قاعد يخسر في الأموال هذه اللي كانت مرصودة ليه، لكن هو ما نجمش يحطها على أرض الواقع، ما نجمش يخلط باش تصير بها الإحداثات والمشاريع اللي كانت مرصودة لها هذايا. دونك اليوم هذه الصناديق اللي تسترجع أموالها وتبقى التنمية على حالها في هذه المناطق، واليوم أصبحت بلديات عاجزة عن الإنجاز، وهذا ما تحدثنا معاه في وزير الداخلية ووعدنا معناتها بإيجاد الحلول الممكنة منهم. حتى تحدثنا على نيابات خصوصية وطلبنا منه اليوم كما ثماش كتاب عامين باش يديروهم، راهو ثم كتاب عامين اللي جوست واخذينها معناتها في نطاق ظرفي، اللي مش قايمين بالواجب نتاعهم على اكفاء وجه، ولا هما ما كومش اكفاء باش يكونوا في المناصب هذيك. اليوم الاقتراح كان نيابات خصوصيه ترأسها المعتمدين، ان شاء الله وزير الداخليه ياخذ هذا الاقتراح ياخذوا معناتها في بجد وياخذوا معناتها بعين الاعتبار، وان شاء الله تتحسن امورهم، خاطر هما بلديه محطه وضعهم وضع كي بيأس الحاجات. كيما شنو؟ حمايه الحدود ان شاء الله. حمايه الحدود حدود التونسيه، وهذا اللي باش ينقص علينا دخول الافارقه للوطن، حماية حدودنا وعلاقاتنا معناتها في تحسن مع الجزائر ومع مع مع ليبيا، وثم اتفاقيات معناتها قاعدة تتفعل وإن شاء الله من حسن. ثم ترحيلهم ثم شكون قاعدين يترحلوا بأنفسهم، ثم اللي قاعدين يرحلون، دونك ثم ديجا أعداد تاع عباد قاعدة ترحل، ثم شكون قاعدين يرجعوا بأنفسهم، ومازال الأمر عم.